ازيكم يا جدعان؟ قبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاع النهارده دوت، خلونا نتعرف على سبونسر فيديو النهارده واللي هو سوبركريبتايز.com. ودوت اول موقع مصري وموقع عربي يقدم خدمات للزواحف ومستلزمات الزواحف وبيع الزواحف ذات نفسها باسعار قليله جدا وباعلى كواليتي. نخش على الموقع واللي هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن. اول ما تدخل على الموقع هتلاقي اللوجو بتاع الموقع وهتلاقي معروضات كتير بقى، زواحف ومستلزمات واضاءه وتدفئه وكل حاجه عشان كان بيسعى الكلام دوت. دلوقتي هنسجل دخول، لو انت ما عندكش حساب هتعمل بالفعل حساب جديد وتسجل العنوان بتاعك علشان الحاجات توصل لك عليه. لو عندك بالفعل حساب هتعمل تسجيل دخول. بعد ما نعمل تسجيل دخول هتلاقي الطلبات وقائمه الحساب وقائمه تعديل كلمه المرور وهكذا. احنا مش محتاجين الكلام دوت. مثلا احنا دلوقتي عايزين ناخد حاجه من المستلزمات او الاضاءه او مهما كان او التدفئه، هنخش على المستلزمات، بعد كده هنخش على الاضاءه وهنلاقي عندنا اضاءات جميع انواع الاضاءات للتعويض عن الشمس، وهنلاقي جميع انواع التدفئه فيها. طب انا دلوقتي مثلا عجبتني اللمبه ديت فهدوس عليها، اضافه للسله، هيطلع لنا واجهه بالشكل دوت وهيقول لنا تابع الشراء او خليها في السله وتابع التسوق. هندوس تابع الشراء على طول، فهنلاقي عندنا انا كنت مختار قبل كده بورس خشن الجلد، وهنلاقي ان احنا كنا مختارين اللمبه ديت، وهنعمل تشيك او اتمام الطلب. بس قبل ما تعمل اتمام الطلب، سوبك كريبتايلز مش ناسيانا، عامله لنا برومو كود باسم زد اي اس 5%، دوت هتاخد عليه 5% خصم على كل المنتجات على موقع سوبركريبتايلز.com. فالمهم هنختار ونكتب زد اي اس 5% هنا، وبعد كده هنتابع الشراء وهيقول لنا شحن على العنوان بتاعك اللي انت مسجله في الموقع اوريدي، ولا هيقول لنا شحن على العنوان جديد. لو انت عايز كده هتختار كده، لو انت عايز شحن على العنوان بتاعك هتختار شحن على العنوان بتاعك. وعندهم ميزه ايصال كهديه، فهيغلفها لك بهديه وشريط والكلام دوت. لو عايزها ايصال عادي هيوصلها لك. هتعمل اتمام الشراء، بعد كده مندوب من عندهم هيكلمك ويبعت لك فاتوره الشراء ويبعت لك طريقه الدفع. عندهم فودافون كاش، عندهم باي بال، عندهم البنك، عندهم كل حاجه. فالمهم هتحول الفلوس والشحن بيوصل لك في خلال من يوم ل 10 ايام عمل. ورب اكون افدتكم بالموضوع دوت. الموضوع دوت بسطني جدا ان في فعلا في مصر الشركات بتهتم بالزواحف وحاجات زي كده. فتابع معايا فيديو النهارده، ومش ناسيكم صحيح على حته الجيف اوي بتاع ال 10,000. انا اسف الفيديو هيتاخر، الفيديو الجيف اوي بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله. بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله في جيف اوي على تعابين وسحالي وكل حاجه بنزل 10,000. مبروك يا اخواتي 10,000 اخ واخت على القناه. تابع الفيديو الجميل ده دلوقتي، واسيبكم مع الفيديو. مع السلامه. فوق رايح الدرس دلوقتي، ومين اللي جاي؟ ديت الكلاب كنت باكلها، الكلاب بتاعت الشارع. خلاص خلاص، بس خلاص. ورا درس، ماشي ورا درس. عايز امشي والله. سيبوني في حالي يا ريتا، وانت سيبيني في حالي. انت كمان كنت صاحبة تديه بنت، صح؟ سيبوني في حالي بقى، ورا درس. عايز امشي ماشي. يلا هيقعدوا يمشوا ورايا برضه يا جدعان. ورايا درس والله. بما ان النهارده اخر يوم للثعلب بسبب ظروف خاصه، وان البيت بتاع الثعلب باظ واضطريت احطه في البيت الصغير جدا دون، وفعلا يعني صغير جدا عليه. هو البيت الكبير بتاعه باظ وهنرجعه لصاحبه بكره، وشوفوا يعني حتى عشان الجو بدا يسقع عندي وانا ماليش عندي مكان. بس ان شاء الله هنجيب غيره قريب، نجيب غيره صغير بقى ويبقى متعود علينا وكده، غير دون. ودوت فيه ورا لجوه اهوت بيتدفى. المهم خلينا بقى، طالما اخر يوم خلينا نقعد معاه بقى وقت شويه، يعني نديله وقته كده. البتاع ده جامد، اسمه ديك رومي ده. المهم عايزين بقى نقضي معاه وقت مميز، وقت حلو، ونقعد نلعب معاه شويه وبتاع، وقبل ما نودعه بقى الوداع بقى صاحبي، ونجيب غيرك ان شاء الله. ادي الثعلب اهوت بتفرج على الشارع، خايف من الشارع اكيد. ايه يا معاه؟ الشارع حلو؟ ها حلو ولا وحش الشارع؟ اتفرج. شوف الناس ماشيه ازاي. ايه يا معلم
تيجي بقى يا جدعان كده، عايز اجرب اربطه مثلا، شوف هيعمل ايه. شوفوا يا شباب، انا حاليا ربطته بالسلسله الغريبه ديت، لقيتها. انا قلت بس عايز اقضي معاك وقت حلو. خد عايز يلعب ده ولا ايه؟ عايز يلعب شكله ايه؟ بقول لك عايز اقضي معاك وقت حلو. انت شكلك مش عايز تلعب، شكلك خايف. يلا شوفك عايز تروح فين. ايه يا معلم؟ خلاص بقى، الناس كلها قررت تسميك فوكسي. تمام فوكسي يا ابن الذين، ما عشان كده، ها علشان كده هرجعك بكره لعبده عادل. عشان كده هرجعك بكره لعبده عادل. انت مش مظبوط. انت مش مظبوط معايا. لا 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 لا، مش عاجبني انا الشغل ده. عايز حيوان اليف، مش جايب انا كائن متوحش انا. فعشان كده اهو، شوفوا يا جدعان، مكار والله، والله مكار. انا فوكسي، بص انا نيجي للوجه الحق، انا مش جايب حيوان ياكلني. من الاخر، انا عايز حيوان اليف يلعب معايا زي الديب، زي بقلز. اهو شفت، اهو شفت مكار ازاي. انا مش عايزك تعمل لي الوش البريء دوت، وبعد كده اهو شفت، بقول لك مش عايزك تعمل لي الوش البريء دوت. اهو شفت، ده وش بريء، وتيجي بعد كده تعضني. انا مش عايز كده فوكسي. من الاخر صراحة لازم ترجع لصاحبك. يعني هو انا كلمته، وطلع راجل محترم عبده عادل الحمد لله، وقال لي انه هياخده تاني. فما تعمليش بقى كده. كمان انا مش عندي بيت، فما تزعلش ان انت هتمشي. يعني مش عشان كنت اكلك ديك رومي، اكلك حاجات حلوة، تقوم زعلان. خلاص يعني اللي حصل حصل، ماشي. تزعلش بقى، تزعلش ماشي يا ابن اللذينة، ما تزعلش بقى. خلاص والله، والله اهو اهو سلم علي. انت مش هتسلم عليا، انت هتسلم عليا ببقك شكلك. فايه، خلاص بينا ضغينة ولا انت خلاص كده؟ بينا ضغينة ولا خلاص؟ لا، عايزك تصالحني، عايزك تقول لي خلاص انا مش زعلان منك، ويعني اعمل اللي انت عايزه. انت شايف ايه؟ خلاص 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 يا ابني، عايزك تقول خلاص. انا مسامح زياد سام، مش راضي يقول حاجه. قول يا ما شوف، انت اهو، انت اهو في الكاميرا اهو، والله اهو، شوف شوف اهو، شوف انت في الكاميرا عامل ازاي اهو، شوف قمر، شوف. خلاص قول مسامحك بقى، قول مسامح يا تقول مسامح، قول مسامح. خلاص يا جدعان، هو شكله كده مش عايز يسامحني، هو شكله كده خلاص خلاص. اصل انا صاحبه كان بياكله عيش مبلول، سامعنا يا عبدو، عارف ان انت سامعني، كان بياكله عيش مبلول، وانا جايبه هنا معامله معامله الملك. اكله هنا ديك رومي بقى، وباكله فراخ، وباكله سمان، وبقى مظبطه على الاخر. انا ما باكلش الحاجات دي. صاحبه كان بياكله عيش مبلول، بس هيرجع بقى لصاحبه بكره تاني. شوفوا يا جدعان، حتى امي سمعتني بتكلم دلوقتي على الموضوع دوت، قالت لي خد تعالى ادي للثعلب ده غلبان، خد تعالى ادي له الحاجات ديت بقى يا مني. فشوف عبد عادل، لو كنت بتدي له عيش مبلول انت، ده بياكل دلوقتي اكل نظيف، افهم. فدلوقتي احط له الاكل بقى في القفص، ونشوف بقى بكره هنعمل ايه. ندي لصاحبه، اصور لكم صاحبه ده اللي كان بياكله عيش مبلول، واشتموه بقى، اعملوا له هزقوه. اهو يا جدعان، حتى اهوت اهوت اهوت، يعني خد ايه ويا، ظبطت لك الاكل اهو، مالكش حجه. ها فوكسي، مالكش حجه، مالكش حجه، مالكش حجه، مالكش حتى حق انك تزعل ان انت ماشي من هنا. متخافش، بكره يا جدعان بقى اصور لكم، ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. بس دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه. ها خلاص دخلنا على 10,000، وانا بكره رايح اجيب لكم الجوائز، فما تقصروش معايا. اهو يا جماعه بياكل، اهو الحيوان اهو بياكل. بياكل اللي انا حطيته له اهو. يا ده انت لحم كتفك من خيري، مش من خير عبده عادل. عاش
رايح فين يا ديك يا رومي؟ رايح فين؟ امشي امشي، غطيت المشهد. كده خلص وجبته، نشوفكوا بكره. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ انا حاليا لبست اهوت وداخل اجيب الثعلب والشنطه وشويه حاجات كده وهنمشي. هصور لكم هناك بقى على طول واحنا في سوق الحيوانات وكده. يلا سلام. يلا ازيك يا بيه؟ انا جبت لك حاجتك اخويا، باين جبت لك حاجتك اخويا، حاجتك اهي. بس انا زعلان والله، انا بدالك كده. اتفضل اخويا. اشتركوا في قناه مليجي وتر تظبط حلقه الثعلب المشهور. شاكر اهو، خد يا اخويا. شاكر المهرومة على قناه مليجي وتر، خد يا ما تاكلوش عيش مبلول تاني بقى يا اسطى. ما تاكلوش عيش مبلول تاني، عيب عليك. كان بياكلها عيش مبلول والله. انا ماكله ديك رومي امبارح واول. ده يا جدعان عبد عادل اللي قلت لك عليه صاحبي بتاعنا وبتاع. ها؟ فياخد حقه بقى، كويس ان هو صاحبي بقى فهرجعه عادي.